مساء الخير، انا الدكتور محمد ممتاز، استاذ امراض النساء والتوليد كليه الطب القصر العيني. هنتكلم النهارده على زياده الوزن اثناء الحمل. ستات كتير جدا بتبقى عندها قلق وخوف ان وزنها يزيد كتير اثناء الحمل، والعكس صحيح، في ستات بيتهيأ لها انها لو ما زادتش كفايه اثناء الحمل ممكن جنين يبقى فيه مشاكل او ضعيف او غيره. الاول لازم نفهم ايه هو معدل الزياده الطبيعيه في اثناء الحمل، وهو الحقيقه المفروض في 9 شهور الحامل تزيد حوالي 10 كيلو، الرينج من 8 ل 12، والمفروض ده تقريبا لو قلنا في حمل 9 شهور يبقى معدل الزياده حوالي كيلو في الشهر. مشكله الحوامل معظمهم انها في الشهور الاولانيه بتبقى نفسها مسدوده، بيبقى في وحم، بيبقى في غمامان، بيبقى في قيء، فما بتزيدش كتير، فبيتهيأ لها ان ده بيستمر معظم فترات الحمل. فاول ما الاعراض دي بتروح بتبتدي تحاول انها تاكل كويس او كتير، سواء بناء على نصيحه اهلها او غيره. بنكتشف في الاخر انه بعد شهرين ثلاثه ان الحامل زادت 10 12 كيلو ولسه فاضل لها نص مده الحمل. المفروض الحامل بتحط لنفسها هدف انها ما تزيدش اكتر من 9 10 كيلو المفروض تزيدهم، وده بيتاتى بثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه انها تاكل وجبات صغيره وكتير على مدار اليوم، ما تاكلش وجبتين او ثلاثه، تاكل اربعه او خمسه وكل وجبه فيهم تبقى كميه قليله. الحاجه الثانيه انها تقلل النشويات اللي موجوده في الاكل، والنشويات دي تشمل الكربوهيدرات اللي هي زي الرز والعيش والمكرونه، والحلويات اللي هي زي السكريات والجاتوهات والتورت والاخر. الحاجه الثانيه انها لازم يبقى في نوع من الرياضه، والرياضه تشمل المشي وتشمل التمارين الرياضيه اللي موجوده في الجيم والعوم والسباحه، كل ده ممكن يتعمل. لو قدرت الست انها تحافظ على زياده مقننه اللي هي تقريبا كيلو في الشهر، ده بيبقى خليها هي وجنينها في صحه كويسه. طبعا الزياده القليله مش كويسه وزياده كتير مش كويسه، لكن معظم الحالات الحقيقه اللي بنشوفها بيبقى فيها زياده كتير زياده على اللزوم. الزياده الكتير زياده على اللزوم بتؤدي لمضاعف مضاعفات ومشاكل اثناء الحمل، اهمها تسمم الحمل، سكر الحمل، نمو حجم الجنين بصوره مش طبيعيه، الولادة المتعثرة، الولادة القيصرية، نزيف ما بعد الولادة. وطبعا أهم حاجة في الموضوع كله إنها لما بتزيد 20-30 كيلو في الحمل، يوم ما بتولد بتنزل 6 كيلو، ويتفضل لها 15-20 كيلو مش عارفة تنزلهم تعيش بيهم طول عمرها، عندها متاعب صحية نتيجة السمنة وزيادة الوزن. ولذلك إحنا بننصح الست من الأول تحط لنفسها هدف، تتابع مع الطبيب، تتوزن كل زيارة أثناء الحمل، وتحاول إنها ما تتعداش التسعة أو العشرة كيلو في التسع شهور.